قناة شباب نتني، والسلام عليكم. في لقطة معبرة نقل حارس حوريا كوناكري الغيني خادم داي مساء اليوم الجمعة على متن سيارة الإسعاف إلى المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط لمساندة فريق الوداد الرياضي في مباراة أمام ضيفه ماميلودي ساندونز الجنوب أفريقي برسم ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الأفريقية. وتأتي مساندة الحارس داي لفريق الوداد كاعتراف ورد للجميل لمكونات الفريق الأحمر وجمهوره العريض بعد التضامن الكبير للجماهير الودادية مع داي عندما تعرض لكسر مزدوج في مباراة بربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بين الوداد وحوريا. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تكفلت بمصاريف العملية الجراحية التي أجراها داي بأحد مستشفيات العاصمة الرباط، كما أعلنت الجماهير الودادية عن تضامنها اللامشروط مع الحارس داي. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.